اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تعليم برنامج اكسس في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم جدا الا هو موضوع العلاقات relationships طبعا العلاقات في الغالب اغلب اللي يعملون على برنامج اكسس يعني اغلب اللي يحبون يتعلمون برنامج اكسس يعانون من موضوع العلاقات لان الموضوع معقد حسب وجهة نظرهم إن شاء الله من خلال هذه المحاضرة راح نحاول نبسط مفهوم العلاقات ومن خلال المحاضرات القادمة راح ناخذ أمثلة عملية تطبيقية بحيث إن شاء الله يكون الموضوع جداً سهل وبسيط. العلاقات هي ربط بين جدولين أو أكثر يعني عندنا في بعض الجداول تكون مرتبطة مع بعض اكو بها عناصر متشابهة مثلاً المحافظات والدول ممكن أخلي الدول في جدول والمحافظات في جدول اخر واربط جدولين من خلال العلاقات بحيث اخلي كل محافظه تنتمي الى دوله معينه. وهكذا مثلا عندي مثلا جدول للطلاب وجدول لدرجات الطلاب. فاقدر اربط بين جدول الدرجات مع الطلاب بحيث درجه كل طالب ترتبط مع جدول الطلاب. جيد وطبعا على اساس هذا الرابط لابد انه عندنا حقلين برايمري كي اللي هو العنصر الفريد المقصود بالبرايمري كي اللي هو العنصر اللي ما ممكن ان يتكرر يعني مثل الترقيم واحد اثنين ثلاثة اربعة ما ممكن انه اخلي واحد ومرة ثانية اكرر واحد فبالتالي راح يصير عندي اه ترقيمين بنفس الاسم ما هي فوائد العلاقات بين الجداول. اولا تفادي تكرار البيانات، يعني مكان ما اني اخلي في جدول الدولة والمحافظة وفي جدول اخر ممكن ايضا راح يكون تكرار اللي هو الدولة والمحافظة ممكن افصل المحافظات في جدول والدول في جدول وبالتالي راح اضمن عدم تكرار البيانات. الحفاظ على سرية البيانات عن طريق وضعها في اكثر من جدول. طبعا هنا المقصود في حال لو تم سرقة بيانات جدول معين. فبالتالي راح اضمن انه مو كل البيانات راح تنسرق، راح تنسرق فقط جزء من البيانات، يعني لو انا مخلي كل البيانات بجدول واحد وانسرق هذا الجدول راح تنسرق كل البيانات، اما اذا انا موزع البيانات وانسرق جدول معين راح اضمن انه مو كل البيانات راح يتم سرقتها. سرعه في البحث باعتبار انه اذا كان جدول كبير ببيانات كثيره راح يكون بطء على الرام وبالتالي ممكن يصير عندي تهيج للحاسوب، اما اذا انا موزع البيانات بجداول فاقدر بسهوله ابحث بهذه الجداول. النقطة الرابعة تعمل العلاقات على تلافي كبر حجم قاعدة البيانات من خلال منع التكرار. مثل ما قلنا بالنقطة الأولى ما راح يصير عندنا تكرار فبالتالي راح يصير عندنا حجم خفيف وقليل لقاعدة البيانات مما يزيد من سرعة نقل البيانات. طبعاً هذه أشهر وأهم الفوائد الخاصة بالعلاقات. أنواع العلاقات عندنا ثلاثة أنواع. العلاقة واحد إلى واحد وتسمى رأس برأس 1 to 1 العلاقة واحد إلى متعدد وتسمى رأس بأطراف 1 to ميني العلاقة متعدد إلى متعدد وتسمى أطراف بأطراف ميني to ميني طبعا أكثر المستخدمين على برنامج إكسل وأكثر اللي يعانون من مشاكل فهم العلاقات يتم الخلط بهذه المسميات ومن خلال صعوبه هذه المسميات وعدم فهمها راح يبتعد عن موضوع العلاقات وبالتالي راح يبتعد عن برنامج اكسس فان شاء الله راح نحاول قدر الامكان نبين ونعطي امثله توضيحيه على هذه الانواع الثلاثه ان شاء الله راح تكون سهله وبسيطه عندنا النوع الاول اللي هو راس براس المقصود به انه عندنا جدولين الجدول الاول راح يكون راس والجدول الثاني ايضا راح يكون راس اي ان ما ممكن انه عنصر من الجدول الاول يرتبط باكثر من عنصر في الجدول الثاني او عنصر في الجدول الثاني يرتبط باكثر من عنصر في الجدول الاول هذا شيء ممنوع وغير مسموح في هذا النوع من العلاقات ناخذ امثله عندنا هنا ارقام الهويه الشخصيه عندنا هنا مجموعه من الارقام خاصه بالهويه الشخصيه ومجموعه من الاسماء بحيث العناصر اللي موجودة بالجدول الأول مرتبطة بالعناصر الموجودة بالجدول الثاني ولكن لا يمكن أن يكون رقم هوية لأكثر من شخص يعني ما معقول أنا عندي هوية هذا رقمها هاي الهوية نفسها يحملها أحمد ويحملها باسم مستحيل وايضا ما ممكن هنا أنا احمد او باسم او محمد ياخذ اكثر من رقم يعني هذا العنصر مرتبط بعنصر واحد فقط وهذا العنصر مرتبط بعنصر واحد فقط فبالتالي العنصرين هن رؤوس وما ممكن ان عنصر واحد ياخذ اكثر من عنصر بالجدول الاخر وتسمى هذه العلاقه راس براس العلاقه الثانيه هي راس باطراف المقصود بها العنصر الاول هو راس في الجدول الاول طبعا والجدول الثاني يكون أطراف مثل ما نلاحظ هنا عندنا الدول والمحافظات الدول هنا عندنا مثلا العراق وهنا عندنا محافظات ممكن هذه المحافظات كلها ترتبط بالعراق يعني ممكن العراق يرتبط ببغداد والبصرة وأربيل والموصل ولكن ما ممكن أن بغداد ترتبط بالعراق ومثلا السعودية ومصر ما ممكن يعني هنا رأس وهنا هم الأبناء فبالتالي عندنا رأس هذا هو الرأس وهنا عندنا الاطراف اللي هو جدول المحافظات فبالتالي راح يكون عندنا العنصر الاول او الجدول الاول هو الراس والجدول الثاني ممكن ان يتكرر ويرتبط الجزء الاول باكثر من عنصر بجدول الثاني عندنا النوع الثالث هو اطراف باطراف اي ان اي عنصر من الجدول الاول ممكن ان يرتبط باي عنصر اخر بالجدول الثاني وبالتالي ممكن ايضا ان يتكرر ارتباطه بالجدول الثاني، وايضا اي عنصر بالجدول الثاني ممكن ان يرتبط باكثر من عنصر في الجدول الاول، يعني مثلا عندنا هنا المؤن والاشخاص، عندنا ماء، سكر، قمح، وعندنا هنا اشخاص ثلاثه احمد، باسم، محمد، ممكن احمد ياخذ قمح وياخذ سكر وياخذ ماء. وممكن الماء يكون لاحمد وباسم ومحمد، اي ان الترابط والتزاوج والعلاقات في بين الجدولين ممكن ان تكون متعدده، اي ان اطراف باطراف، اي ان هذه كلها هي ابناء وهذه كلها ابناء، وبالتالي الارتباطات محتمله لجميع مكونات الجداول. طبعا هذا بشكل اولي بشكل بسيط، ان شاء الله راح ناخذ امثله عمليه تطبيقيه من خلال المحاضرات القادمه. إن شاء الله يكون موضوع العلاقات موضوع سهل وبسيط، فعلاً هو موضوع سهل وبسيط، وإن شاء الله راح نحاول أن يكون أسهل وأبسط في تصوركم. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.